السلام عليكم، بنرحب فيكم مرة ثانية. احنا امام اكسرسايز جديد. الاكسرسايز تبعنا هو 20-5، بيقول compute the manufacturing overhead rate and under or over applied overhead. كأنه مطلوب بنا نحسب معدل تحميل المصروفات الصناعية غير مباشرة، ونشوف هل احنا يعني حصل عندنا خلال الفترة under or over applied overhead، يعني هل حملنا أكثر من اللازم أو أقل من اللازم. خلينا نحكي عليه كلمتين قبل ما نحل السؤال، لأن الشركات عادة بناء على خبرتنا السابقة بتكون حاجة اسمها manufacturing overhead rate. طب ليش بتعملوا هذا؟ طبعا بنقول عنه مرات estimated rate. ليش بتعملوا؟ لأنه إحنا direct cost معروفة، يعني قديش الأمر الإنتاجي هذا أخذ direct material معروف، أخذ مواد مباشرة، وقديش أخذ ليبر دايركت ليبر برضه معروفة، بس المشكلة قديش نصيبه من الديبريشيشن، قديش نصيبه من الرنت، قديش نصيبه من الأذر اندايركت كوست. بناء على تجربتها السابقة الشركات بتكون حاجة اسمها استيميتد اوفر هيد ريت أو مانيفاكشرنج اوفر هيد ريت. هذا الاستيميتد بناء على تجربتها بتلاقي انه تقريبا يعني احنا بنحمل الامر الانتاجي تكاليف صناعيه غير مباشره، يعني اوفر هيد مانيفاكتشرنج كوست، حوالي تقريبا نسبه معينه هو الريت يعني من مثلا الليبر كوست او الماتيريال كوست او النمبر اوف وركينج اورز للامبلوي او المان باور يعني، أو الـ number of working hours للماشينري، عدد ساعات تشغيل الآلات. فكأنه هي بتعمل لينك ما بين التكاليف الصناعية غير المباشرة أو الـ overhead cost مع مؤشر أو indicator تاني. هذا بتعمله ليش؟ لأنه مطلوب منها مرات إنها تحدد قديش تكلفة الوحدة. بقول تحدد تكلفة الوحدة، هذه التكلفة ليست تكلفة فعلية، لا المباشر محدد ومعروف، ولكن الاوفر هيد هي التقريبيه، لانه زي ما قلت بيعتمد على عدد الوحدات اللي بنتجها، عدد الاوامر اللي بنتجهم، قديش نصيب كل امر انتاجي من المانيفاكتشرنج اوفر هيد كوست. عشان كده بتعمل حاجه اسمها الاستيميتد، يسموه معدل تحميل تقديري. الان تيجي تستنى لاخر السنه، اخر السنه ايش بصير؟ بتقارن بين معدل التحميل التقديري على معدل التحميل الفعلي، يعني كنا مقدرين الامر هذا ياخذ معنا 130 او 120 ساعه عمل. طب تعال نشوف فعليا قديش اخذ، لانه ممكن ياخذ ساعات اكثر، ممكن ياخذ ساعات اقل. طب اشمعنى اخترت ساعات العمل؟ قال الشركه اكتشفت انه تكاليف الصناعيه الغير مباشره مرتبطه بعدد ساعات عمل الالات. زي ما قلت ممكن تكون مرتبطه بعدد ساعات عمل الموظفين او العمال الانتاج، ممكن يكون مرتبط ب خلينا نقول قيمه المصروفات اللي هي الرواتب والاجور، ممكن يكون بقيمه المواد الخام، ممكن يكون بعدد وحدات المواد الخام. فكانه هي بناء على تجربتها بتلاقي في علاقه مباشره بين المانيفاكتشرنج اوفر هيد كوست وما بين مين؟ ما بين الكوست درايفر اللي انا بحكي عليه، محرك التكلفه اللي بحكي عليه. يبقى كانه احنا وقت ايش بنعمل مقارنه بين الابلايد يعني المحمل مع الاكشوال الفعلي. وهذا السؤال تبعنا بدور كالاتي، قديش المحمل كان او معدل التحميل، قديش هذا بده يعني مطلوب كومبيوت مانيفاكتشرنج اوفر هيد ريت، قديش معدل تحميل المصروفات الصناعيه المباشره، وهل احنا في اخر الفتره كنا اندر ولا اوفر ابلايد اوفر هيد، هل احنا حملنا اكثر ولا اقل. تعال نشوف السؤال. في عندنا شركة applies overhead to jobs، بتطبق المصروفات الصناعية على الأوامر الإنتاجية on the basis of machine hours. لاحظوا هنا بيحكي machine hours بس ممكن يكون man powers أو man hours، تمام؟ ممكن يكون يعني raw materials units، وممكن يكون أي حاجة، بس هدول لقوا الأساس تبعهم هو machine hours. Overhead costs are expected to total، متوقع التكاليف الصناعية، لاحظوا هنا بقول expected هذا تقديري، متوقع انه يكلفنا الامر الانتاجي هذا 300,000 مصروفات صناعية غير مباشرة او overhead cost for the year. And machine usage، متوقع انه احنا نستخدم هذه الالات ماشي او الالة is estimated at 125,000، متوقع انه احنا نستخدم الالة هذه 135 ساعة
لاحظوا هذه استيميتد وبرضه هذه اكسبكتد، يعني مقدرين هيكلفنا هذا الامر مصاريف صناعيه غير مباشره 300,000، واحنا متوقع ان احنا نشغل الالات اللي بتصنعه ما قيمته 125,000 ساعه. وفور ذا يير عن السنه اللي احنا بنشتغل عليها التحاسب 322,000 اوف اوفر هيد كوست ار انكرد. لاحظوا هذه تكلفه فعليه عاد. هذه فعلا تكلفه يعني استحقت. وفي عندنا عدد الساعات تشغيل الالات كانوا بدل كنا مقدرين احنا 125 لكن فعليا كان قديش؟ 130,000 ساعه عمل. الان بده يطلب منا هنا في المطلوب رقم واحد كمبيوتر مانيفاكتشرنج اوفر هيد ريت فور ذا يير، بده معدل التحميل، هذا دير بالكم معدل بنعمل اول السنه. والتسويه المقارنه نشوف احنا اندر ولا اوفر ابلايد بنعمل اخر السنه. تعال نشوف المطلوب الاول، بده كيف نحسب معدل التحميل، معدل تحميل مصروفات الصناعيه غير المباشره. تنسوش ليش بنحسب المعدل هذا؟ قال لك بنحسبه لانه هذه مصاريف عموميه بتخدم اكثر من امر انتاجي. زي ايش؟ زي الرنت، مصاريف المصنع، ايجار المصنع. هذه مش الايجار ما لو انه دايركت كان بنحمله على الامر الانتاجي هذا، بس لانه هذا في اكثر من امر انتاجي بنعمل خلال السنه، بدنا نشوف قديش نصيب كل امر. فعشان كده بالاول احنا بنقدر وبنستنى بالاخر هنشوف الفعلي. تمام؟ يبقى ليش احنا مضطرين نحسب الريت؟ لانه زي ما قلت هذا بنعرفش لاخر السنه، لانه بتتجمع التكاليف هذه وبناء عليها بنشوف قديش نصيب الامر هذا من المصاريف الصناعيه الغير مباشره. طب لاحظوا هنا ايش بقول؟ بقول استيميتد توتال اوفر هيد كوست، اعطاني اياها قديش التكاليف المقدره؟ قال لي التكاليف طبعا اي تكاليف؟ طبعا هو قصده المانيفاكشرنج اوفر هيد كوست. قال مقدر قديش عندنا؟ 300,000. الان بيقول لي هنا والماشين يوسج اور، بقول استيميتد ماشين اورز، عدد الساعات المتوقعه، هو اعطاني اياها. لو اخذتوا بالكم هنا اعطاني 125,000 ساعه. الان عندي تكلفه وعندي عدد ساعات، هذا لاحظوا هذا استيميتد وهذا استيميتد كله تقدير، لانه هذا بنعمل اول السنه زي ما قلت لكم. الان بقدر اطلع معدل التحميل اللي حتستخدمه الشركه خلال السنه، فهذا لو قسمنا على هذا لو قسمنا هذا على هذا بيعطيني معدل التحميل، معدل التحميل هو 2.40 سنت لكل ساعه اله، ساعه عمل للاله. لاحظوا هنا الان هذا المعدل بيستخدم خلال السنه. الشركه لما بتيجي بتسعر الاوامر الانتاجيه بتسعرها ثلاثه، هذه مباشر ليبر دايركت ماتيريال، بعدين دايركت ليبر، ثم اوفر هيد بتشوف عدد الساعات اللي استنفذت على الامر هذا بتضربه في 2.4، هيك بيكونوا الثلاث عناصر التكاليف تجمعوا مع بعضهم. الان تعال نشوف الاجابه على السؤال رقم 2. إجابة رقم 2 what is the amount of under or over applied overhead؟ هذا لاحظوا المقارنة بتتم وقت ايش؟ آخر السنة. آخر السنة بنشوف احنا سبق وحملنا مصاريف صناعية على أساس 2.4 لكن فعلياً أعطاني بيانات فعلية. تعال نشوف actual machine hours قديش؟ عدد ساعات التحميل، عدد ساعات تشغيل الآلة الفعلي أعطاني في السؤال. قال لي الآلة اشتغلت كنا مقدرينها 125 لكن اشتغلت قديش؟ 130. هاي 130,000. حلو جدا. خذوا بالكم هذه ساعات، هذه ساعات بس هذه فلوس. لكن هنا لاحظوا هنا، طب مانيفاكتشرنج اوفر هيد ابلاي. طب بناء على ال 130 ساعه اللي انحطوا فعلا على معدل التحميل اللي انضرب في حينها. احنا كنا بنضرب المعدل التحميل تبعنا في عدد الساعات الفعليه. معلش عشان غيرت التنسيق تبع الخليه هذا عشان يظبط معانا. نرجع مرة ثانية انه الاكشوال ماشين اورز 130، لاحظوا هو كنا مقدرين بس 125 فكانه زاد، لان هذا الامر الانتاجي فعليا اشتغلنا عليه 130 ساعة بناء على معدل التحميل معد مسبقا اللي هو 2.4، هذا الاوفر هيد ريت، هذا استيميتد، خذوا بالكم لانه هذا استيميتد وهذا استيميتد، هذا اكيد استيميتد، لكن استيميتد بناء على ساعات الفعلية حيساوي ال 130,000 ساعة مضروبين 2.4. تمام؟ فهذا دير بالكم تكاليف، هذه تكاليف يعني المفروض نعملها نحط لها علامه دولار، هذه مش ساعات، هذه تكاليف. طيب ماشين اوفر هيد انكر، ولكن هذا اللي حمل بناء على التقدير تبعنا 2.4 لكل ساعه تشغيل اله الانتاج، فطلع عندنا 3.12 3 و12,000.
لكن قال لي انه التكاليف الفعليه كانت 320. طبعا هذه الحسابات اللي تعطيها، هذه الحسابات اللي هي المحاسبه يعني. المحاسبه قالت التكلفه الفعليه 322,000. خدوا بالكم هذه ولا تكاليف. كانه طلع معي احنا حملنا 312 بس التكلفه الفعليه الانكرد اللي حصلت واللي فعلا استحقت 322. طب احنا حملنا اكثر ولا اقل؟ حملنا اقل، لانه حملنا 312 بس كان لازم نحمل فعليا، طلع التكلفه الفعليه 322. عشان كده انا في عندي اندر ابلايد، يعني حملنا اقل. يبقى هذا ناقص هذا، احنا حملنا اقل ب 10,000 دولار. طبعا هذا كان الجزء اللي خاص بحساب اذا كان احنا اوفر او اندر. طبعا المطلوب الثالث زي ما انتم شايفين prepared adjusting entry، بدنا نعمل قيد تسويه. خذوا بالكم هذا الكلام بنعمل اخر السنه، وقيد التسويه بنعمل اخر السنه. قيد التسويه بسيط جدا. قيد التسويه خذوا بالكم، اذا انا بتكلم اخر السنه يبقى بدي انا ارفع مين؟ ارفع تكلفه البضاعه المباعه. فباجي طبعا هذه التسويه بدنا نقبلها، لانه احنا بنحاول، لانه هذه التكلفه حصلت في عام فرضا 2020، يبقى اذا في اي فرق في التكلفه بدي احملها على تكلفه البضاعه المباعه في عام 2020. عشان كده كنا هنقول cost of goods sold. طبعا هذا الطرف تبعنا الاول. طيب كانه احنا مطلوب منا نسكر الفرق. الفرق هذا زي ما قلنا دي خاص بعام 2020. طبعا احنا حملنا زياده على cost of goods sold، والطرف الثاني هو عباره عن الاوفرهيد او المانيفاكتشرنج اوفر هيد كوست. بكم هذا بالفرق؟ انا اقول لكم ايش، لان احنا سبق وحملنا 312، لما سكرنا الحساب هذا سكرناه ب 312، بس خذوا بالكم لا زال مفتوح ب 322. يبقى كان لابد ارحل الفرق اللي هو عباره عن 10 عشان ارفع 312 ل 322. وطبعا هذا هو عباره عن قيد التسويه اللي برحل فيه الفرق ما بين المحمل مسبقا على المبلغ الذي يجب ان يحمل اللي هو الاكشوال اوفر هيد كوست اللي هي 322. اعتقد هيك الامور وضحت. هيك باعتقادي بتقدروا تكملوا انتم في بعض الاسئله، بتعتمدوا نفس الطريقه تبعتي، وان شاء الله بنقدر ننزلكم حاجات ثانيه لقدام.